تحل على اليمنيين الذكرى 57 لجلاء القوات البريطانية عن جنوب الوطن في 30 من نوفمبر 67 900 و1000. ورغم مرور عقود طويلة على هذه المناسبة، إلا أن الشعور الوطني ما زال مؤثرا وفرحا برحيل الغاضب والغاصب عن أرض الوطن. التفاصيل في التقرير التالي. يمثل يوم الجلاء والاستقلال في 30 من نوفمبر من العام 1967 يمثل عيد ابتهاج ونصر لليمنيين وتاريخ غم وهزيمة للمستعمرين. ففي مثل هذا التاريخ أرغم الشعب في جنوب الوطن المحتل البريطاني على مغادرة الأراضي اليمنية بذل ما بعده ذل وهزيمة ما بعدها هزيمة، بعد عقود من الاحتلال عاث فيها المستعمرون فسادا وخرابا في أراضيه. We're going to be extremely firm and extremely mean. Three of my own were killed here. Have no compunction in saying. متناسين أن فيها شعبا تربى على نشوة دحر الغزاة ويسقي أرضه بالدماء. يوم ليس كمثله يوم في تاريخ اليمن. شهد فيه العالم بأسره تحقيق الهدف الأسمى لملاحم المقاومة والثورة ضد الاستعمار البريطاني. فكان طرد المحتل من الأراضي اليمنية وتوحيد البلاد نتيجة ناصعة لنضال الشعب اليمني الذي استمر زهاء قرن وربع قرن. لقد عبر اليمنيون عن عظمة ذلك التاريخ ونقلوا واقع الشعب المنتصر ليصبح عيد الجلاء وعيد الاستقلال وذكرى تحرر تغتبط بها أرواح الشهداء اليمنية وتزهو بها قيم العطاء الوطني، وأثبتوا أن الجلاء ليس هبة من المستعمر بل نصرا صنعته تضحيات شعب خاض مواجهات ومعارك لفظت آخر جندي من جنود الاحتلال عن أراضيه معلنة خلاص المرحلة الاستعمارية. جلاء أخبرت عنه كثيرا مسجلا أن بريطانيا لم تدعن لإخلاء الوطن من جنودها وعساكرها إلا بعد أن ذاقت مر هزيمة البندقية والقلم في 14 من أكتوبر و30 من نوفمبر وإجبارها على توقيع اتفاقية جنيف التي كتبت بالدمع والدم وقررت سيادة اليمن المستقلة عام 1967. واليوم وبعد مضي 57 عاما يأتي الاحتفال بعيد الجلاء العظيم والاستقلال المجيد، وقد رحل الثوار وبقي علم الوطن المستقل يرفرف شامخا وبرايته الخفاقة يتغنى الشعب فرحا ويصدح بالنشيد مرددا: رددي أيتها الدنيا نشيدي، رددِيه وأعيدي وأعيدي، واذكري في فرحتي كل شهيدي، وامنحيه حللا من ضوء عيدي.